الانابيب او في انسداد في الانابيب. الحقيقه اللي جاب على السؤال ده احنا انا علاجها. يعني مثلا لو في تصاقات مثلا حوالين الانبوبه مخلي الانبوبه بعيده عن المبيض ممكن
لازم طالما يكون في حيوان منوي موجود عشان يحصل حقن مجهري. لو مفيش حيوانات منويه موجوده يبقى مفيش حقن مجهري. فاحنا لازم يكون عندنا اعداد كافيه من الحيوانات المنويه علشان يتم الحقن حيوان منوي لكل بويضه بيتم تنشيطها عند الذكر. طبعا مش عايزين اعداد كبيره من الحيوانات المنويه زي اللي نتطلب في تحليل السائل المنوي الطبيعي العادي، يعني احنا مش محتاجين اعداد بالملايين، احنا محتاجين اعداد بسيطه بس تكون كافيه لعمل الحقن المجهري. طيب في حاله ان مفيش حيوان منوي موجود في السائل المنوي اللي هي حالات انعدام الحيوانات المنويه اللي بنطلق عليها الازوسبرميا، الحالات دي بتنقسم الى قسمين. القسم الاول ان هو بيكون فيه خلل عيانين التكيسات. زمان كنا وفرة نعمل أي عيان عندها تكيسات تثقيب للمبيض على ناحية أو ناحيتين. دلوقتي مثلا الدراسات الجديدة بتتكلم إنه تثقيب المبيض ده من الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها جدا وتتعمل بحرفية وبحرص شديد على مبيض واحد، ولو محتاجينه أو نتوجه لوسائل إخصاب مساعد على طول، لأنه استجابة المبيض بعد التثقيب ممكن جدا يحصل نقص في مخزون المبيض بنسبة كبيرة غير متوقعة. يعني واحدة تكون الـ AMH بتاعها أو مخزون المبيض بتاعها مثلا 10 أو 12 وبعد التثقيب 0.1 من غير يعني حاجات احنا نقدر نتحكم فيها. دي أول حاجة. تدخلات جراحية بقى، مثلا واحدة عندها ورم كيس على المبيض عملت عليه تدخل جراحي، التدخل الجراحي ده لازم يكون very gentle، يعني لازم يكون حد بيفهم جدا جدا يشيل لها الكيس ده مثلا، ده لو مطلوب انه يتشال. يعني في ناس بتتدخل على اكياس صغيره جدا مش مطلوب اصلا ليها تدخلات جراحيه، ده ممكن ياثر لنا وبقوه على مخزون البويضات عندها. نوعيه الكيس طبعا بتفرق، كيس شوكولاتي بصينة رحم مهاجره ولا هو ورم حميد، طبيعته بتفرق. وجود بعض الحاجات في المبيض زي مثلا الكيس الشوكولاتي لوحده يقلل المخزون، والتدخل عليه يقلله اكتر واكتر.